الإعلان الرسمي لبطولة الدوري الأسباني يمكن في مباراة الغد ليفانتي برشلونة، واللقب على صراع الهداف راح يكون مثير ما بين كريستيانو رونالدو وميسي برشلونة. أيها الأحبة مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، كريستيانو رونالدو ود قميص للشخص المصاب، أنا ما أدري من هو لكن يبدو أن الشخصية هامة من يعني ربما يكون من أقارب، ويمكن شوف في 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 عند هؤلاء اللاعبين شخص يكون مريض مثلا، شخص يكون معاق لاعب بعينه، وهذا الوضع يتكرر. انا والله قميصي اهديه، راح اهديك اياه بعد نهايه المباراه. برافو كريستيانو رونالدو على اللمسه الانسانيه، برافو كريستيانو رونالدو على الهاتريك، وقبل ذلك سوبر هاتريك سانتياغو برنابو في افضل حالاته بالاهداف الاربعه. ريال مدريد على ختافه، بعد الفاصل الكلمه تعود الى اللقاء.